محطتنا الصباحية لليوم بأولى فقراتها رح تعمل تحمل معها جرعات من الحب، من الحنان، من العطاء يلي ما بينضب. هي الأم يلي من رحمها بتولد الحياة، واللي كانت وما زالت غايتها الوحيدة تنشئة أجيال، تنشئة صالحة رغم تحديات الحياة. سلمى، حكوا كتير عن المرأة وعن المرأة الأم أكثر، وفي يوم الأم يلي قدرت تكون الزوجة، المربية، السند لعائلتها. لنحكي أكثر عن خصوصية علاقة الأم بأبنائها وخصوصا ببنتها، وتحديدا ما يحكمها من ظروف ونقاط مشتركة بينهما. بيسعدنا نرحب بالدكتورة رندا رزقلا، دكتورة في علم النفس وعضو هيئة تدريسية في جامعة دمشق ومعالجة نفسية. يسعد صباحك وكل عام وأنت بألف خير بمناسبة عيد الأم. إن شاء الله يا رب هيك بتتمي فوراس ولادك. يسعد صباحكم نور وسلمى، رافقتوني من زمان أول ما بلشنا معكم بصباحنا غير، وكل عام وانتم بخير، وكل عام وكل أم سورية بخير. بالفعل سلمى مثل ما قلتي كلام مؤثر كتير عن الأم السورية، بدها تمثال للصمود يلي حققته، للصبر يلي، للقوة يلي قامت فيه بعيلتها وبأسرتها، بكل محبة وبكل صمت وبكل يعني حطت على الجرح ملح ومشيت وكملت، وهي يمكن سر صمودنا هلأ ووجودنا هو هالأم هي. دائما بننظر للأم بفخر لأنه نحن تلاقينا مندهشين بهي القوة فعلاً. بالصبر، هذا الصبر اللي والتحدي اللي موجود، التحدي اللي موجود بداخل كل امرأة سورية. المرأة عندها قوة وقدرات فظيعة كامنة، يعني ما بتشوفيها يمكن بالأحوال العادية، ما كتير بتبين، بنقول هي الناعمة اللطيفة الحنونة الكذا، ولكن وقت الأزمات والشدة بنشوف قوتها، عندها قوة غريبة. يعني دائما المعروف انه هو الرجل القوي والمراه الضعيفه، هو بالحقيقه بالازمات القويه والشده والصدمات بتلاقي قوه المراه اضعاف اضعاف. يعني حتى الكل بيدهشوا انه كيف تحملتي، كيف صبرتي، كيف عم تقدري تقومي كل يوم وترجعي تجددي وتعطي الامل لاولادك، وكيف يعني. فهذا الشيء بالحقيقه هو معجزه يعني من رب العالمين، هو قدرات خارقه موجوده بالمراه يعني. اكيد يعني دكتوره، نحن اليوم ولو بدأنا حديثنا شوي لنغوص بقوة المرأة وصبرها وتحديها. اليوم حضرتك أم وأيضا مدرسة بالجامعة، عم بتربي أجيال كتير. اليوم القيمة اللي ما زالت تستطيع الأم أنه تربيها داخل أبنائها، مع بنتها، مع طالباتها بالجامعة، ولو نحكي شوي عن هاي القيمة. هلأ قبل كل شيء بدي أعايد أمي وعايد ولادي وامهاتكم، اكيد كمان نحن بدنا نعايدها. كل سنه وانتم سالمين. بالاهم شيء هي بالاسره، هي الام، يعني هي المحور يلي بدور حول العيله، يوميات العيله، اكلهم وشربهم، تنفسهم، حياتهم، النظافه اللي هن عايشين فيها، اللبس اللي بيلبسوه، كله في بصمه الام عليه. يعني دائما بنشوف الاولاد هنا وصغار، تمشيط شعرهم، نظافتهم، ترتيبهم من الام، دغري بتشوفي بصماتها انه هي الام هي اللي موجوده. فالولد حامل امه على كتافه، يعني وين ما راح موجوده معه. يعني هي بالحقيقة العلاقة بين الأم والولاد هي أنه تكون أم الوحدة ما له شيء سهل أبداً، لأنه في مسؤولية كتير كبيرة عليها، وهي بتحسها أحياناً بشكل فطري وأحياناً المفروض تتعلمها وتتربى وتتدرب عليها. الأمومة في شيء جزء كبير هو فطري، يعني الحس، الخوف على الولد، هي النقزة، هذا القلق الموجود اللي دائما بده اياه بأحلى صورة، بأحسن شكل، بأحسن درجات، بأحسن نجاح، دائما بده اياه أحسن تهذيب، أحسن قول ينقال عنه عند الناس، كل هذا بالحس الفطري. ولكن في شيء كمان يجب انه تطوره الأم، وهو من خلال تتدرب وتقرأ وتشوف كيف هي الأمومة، كيف لازم تتطور الأمومة. لأنه في علاقة الأم مع طفلة بدءا من الحمل، يعني بدءا من الحمل، من أول ما تعرف أنه هي حامل، من هون تبدأ علاقة الأم مع الابن، مع الجنين. بتحس فيه، بتبلش تحس أنه في كائن جواتها عم يكبر، في حدا، في شيء جديد مضاف لإلها. بتبلش هون بتتواصل معه عن طريق المخيلة، عن طريق الأفكار، كيف بده يطلع شكله، كيف بده يربيه،
حلو بده يطلع كامل، صحته منيحة، لازم اتغذى منيح حتى هو يطلع قوي، لازم اكل هيك ما اكل هيك، اشرب كذا ما اشرب كذا، دخن ما دخن، يعني هدول كلياتهم انه متفكر بقى بمصلحة الجنين من اول ما يتكون. يعني بلشنا انه هي معناتها عم تفكر من هون البذور الاولى، لانه بلشت العاطفة تتكون مع الجنين، انه هي عم تسأل عن هذا، عن صحته، عن سلامته، عن الشيء الخير اللي لإله. هون بتكون هي الأم الطيبة، بلشت الأم الطيبة تطلع جواتها، بتبلش هي تعتني في مجرد الولادة، حالة الولادة لحالة هي نقول الولادة الطبيعية، بتعطي عاطفة كتير كبيرة بين الولد، بين الطفل والأم، لأنه الصرخة الأولى اللي بتسمعها، النفس الأول، لمسة الجسد الأول، هي بتحسس إحساس غريب ما حدا بيقدر يتخيله أو يتصوره، لأنه هي هون بتحس إنه صار حقيقة هذا الجنين اللي كانت عم تبني بخيالها وبأفكارها وشلون بدها تربيه وشو كذا، كله صار واقع، صار حقيقة. فهون بتبلش بقى اللهفة الأولى، نبضة القلب الأولى الزايدة اللي بتبلش تجاه ابنها، بلش هي النغمشة هيك اللي إنه في شيء حلو عندها، في مثل هدية، عطاء من عند رب العالمين جاها، فهي كتير بدها تكون سعيدة، وفعلا هي قمة السعادة الطفل يلي بيجي بالرغم من مهما كانت الظروف اللي حواليها. بعدين بتصير بقى العلاقة بتكبر. هلأ نحن عم نحكي بشكل عام إذا كان الطفل ذكر أو أنثى، ولكن إذا كانت أنثى وبنت، اليوم عم بحكي أكثر إذا كانت بنت، كيف علاقة الأم ببنتها؟ لأنه في عنا جزء هام هو الأنوثة يلي بدها تنقله الأم، بدها تحمله من عند الأم للبنت. فهلأ أول شيء الأم بدها تكون مستعدة لنقل هي الرسالة، رسالة الأنوثة. قديش هي الأم فهمانة أنوثتها، حابة أنوثتها، متقبلة ذاتها كأنثى، لتقدر تنقل هذا الشيء لبنتها، لتعطيها الثقة. منقول الأمومة أول شيء هو الثقة، الأم لازم تعطي أول شيء لأولادها الثقة بالنفس، تقول لهم أنتوا قوايا، أنتوا حلوين، أنتوا شاطرين، أنتوا مناح، أنتوا بتقدروا تكونوا شيء منيح بهالمجتمع. فهي أول شغلة بتقولها الأم، تعطيها الثقة. الولد بيطلع بعيون أمه إنه بيعمل شيء، بيطلع بعيون أمه إنه هيك صح، فهي الصح الأول اللي بتعطيه الماما، اللي بتعطيه أول صح، هي اللي بتقول له إنه إيه أوكي أنت منيح، أنت شاطر، أنت ظريف، هذا اللي بيعطيه ثقة بالنفس، هذا اللي بيعطيه وجود. بعدين قديش هي قدرانة تساعده على الانفصال عنه، لأنه الطفل مثل ما بنعرف ميلاني كلاين والمحللين النفسيين الأوائل حكوا عن كيف الطفل بحس حاله أنه هو جزء من الأم، بالأخص بحالة الرضاعة بحس حاله أنه هو ما انفصل عنها لسه ككيان، هو بعده متصل جسدياً ما بمخيلته وبمخيلته، هي أنه هو بعده جزء منها ما انفصل. فقديش عم تسعى عم تقبل هالانفصال، قديش هي عم تساعده لأنه يكون مستقل كشخص. فإذا الماما بتعطينا الثقة بالنفس، تعطينا الاستقلالية، بتعطينا الشخصية، بنية الشخصية. الأم اللي بتربي ولادها على الخوف، على الخنوع، على أنه لا أنت ما بتفهم، ما بتعرف، ما لك منيح، مو هيك، مو ظابط، ما سلبية، منقول هاي الأم غير الطيبة أو السيئة، يعني هي عم تفكر حالها أنه عم تعمل شيء منيح. هلا الأم بالمجمل هي بتفكر حالها عم تعمل شيء منيح لأولادها، ولكن أحيانا بعض السلوكات بتكون هي سيئة مسيئة للطفل. لذلك هون بدها تنتبه الأم أنه تكون سلوكها مفيد للولد، أنه شو بيفيد لما بتقولي له لا أنت بشع، لا أنت مالك شاطر، أنت بتفكر هي أنه هيك عم تحفزه أنه يكون شاطر أكثر؟ لا أبدا، بالعكس بدك تعطيه ثقة بالنفس، القوة، عدم الخوف، ما يخاف. مثلا في كتير امهات بخوفوا اولادهم لا تطلعوا لا تفوتوا اصحك ورفيقك وانت وتحسسه كانه هو مخدوع دائما، اي حدا غريب عنا هو خادعه، بينما الام الطيبه هي اللي بتعطي الثقه للولد وثقه بالاخرين، يعني انه انت فيك تكون تقدر تميز بين الصح والغلط. كل هذا بتربي الام الاولاد عليه. هلا الام بتعطي للبنت الامان، احساس الامان، انه انت كوني لو كنتي أنثى ولكن أنتي قوية،
انت واثقه من نفسك، انت ما بالضروره انه تكوني لازمك حدا الى جانبك لحتى دائما تكوني قويه، لا انت قويه بحد ذاتك، تعطيها القوه للبنت. وهذا الشيء اللي بنشوفه ببعض المجتمعات المتخلفه يلي بتعطي الام لبنتها عدم الثقه بالنفس، وحتى بيقولوها بالامثال انه لا لازم البنت تنكسر ولازم نربيها على انه تكون مكسوره الشخصيه وضعيفه الشخصيه حتى تسمع لنا الكلمه، حتى تكون منقاده نقدر نتحكم فيها مثل ما بدنا. فبتنتقل من سلطه الاهل لسلطه الزوج، وبالتالي هي ما بتقدر، ما اختبرت قدرتها على التحكم بمصيرها، وبالتالي هذا بيعرضها لكثير مخاطر. وهذا اللي بنشوف البنت بتتعرض لكثير مشاكل بحياتها اللاحقه اللي هي مع الزوج مع الابناء، ما في ثقه بالنفس، بيربوها على الخنوع والضعف والانكسار. بالعكس البنت لازم تتربى على القوه، قوه الشخصيه والثقه بالنفس والاحساس بانه نحن معك، نحن داعمينك كاب وام، نحن مهما صار ولو كنتي بنت انتي مو يعني بنت يعني شيء سيء، بنت يعني شيء قوي، يعني شيء ايجابي، يعني شيء منيح. فهون بتنقل الام ثقتها بانوثتها للبنت، بانه بثقتها بانوثتها، وبالتالي بتعطيها فكره عن الانوثه جيده ايجابيه مو سلبيه. بنلاقي اوقات بنات انه لا انا ما بدي اكون بنت، انه البنت ضعيفه، البنت مين ما كان بياكل حقها، البنت انا ما بحب اني اكون بنت، بنت سلبيه ما لها منيحه غير محبوبه، الرجال قوي الشاب قوي انا بدي اكون شاب. لانه بتكون الام اساسا ما نقلت لها صوره الانوثه السليمه يلي لازم تنتقلها. وبالتالي هون بنلاقي انه الأمومة، العلاقة بين الأم والبنت هي كتير علاقة حساسة، لأنه بتمر بمراحل نقاط أزمات، يعني هي عن جد هي أزمات بمراحل النمو. أول شيء بتكون البنت هي لعبتها، هي البنوتة الزغطورة اللي بتحط لها البكل وبتلبسها وبتزينها وبتحط لها وبتطلع الحلوة اللي والفساتين النفش والكذا، واللي وين ما بتروح بيقولوا لها يي شو حلوة بنوتة كذا، بتكون مصدر اهتمام. وبالتالي الأم بتشوف حالها إنه هي بنوتي، هي مثل لعبة بتكون عندها. بعد فترة بتلاقي هالبنت عم تكبر، بلشت إلى استقلاليتها، بلشت إلى رأيها، بلشت تنتقد الأم، بلشت تقول للأم إنه لا أنا ما بدي هيك، ما بدي ألبس هيك، بدي ألبس هيك. فكل هدول يعني ولاحقا منشوف في أزمات تانية من تنافس البنت مع الأم، وكيف الأم عم تستوعب هذا الشيء، كيف عم هذا يمكن موضوع واسع وكبير. تمام. رح يمكن نتطرق له في حلقات قادمة الدكتورة رندا رزق الله، بس بكفي أنه البنت فيها تكون أم، فهي مصدر عطاء وحنان لكل أبناء. تمام. أكيد منشكرك على وجودك معنا، منقلك مرة تانية كل عام وأنت بألف خير. كل عام وأنت بخير، وشكرا كثير لك. هلا، شكرا كثير لوجودك. الله يعطيك العافيه، وان شاء الله يا رب هيك بتقدري تكوني عم تزرعي الطمانينه والثقه بكل يلي عم بتدرسيهم وايضا باولادك. شكرا لوجودك. شكرا كثير لكم نور.